في للنشر هذا الأسبوع: ما هي التسجيلات التي أرسلها شاهد اغتيال الرئيس الحريري عبد الباسط بني عودة للنشر؟ وهل تستحق الذهاب إلى السويد؟ تجنيد الجهاديين الأجانب بين صرخة الأهل ودعوات الجهاد. بعد ظهورها في للنشر، ثلاث عائلات لبنانية تأمل أن تكون أن كريستين ابنتهم. المحكمة الجعفرية تصدر حكمها بقضية النحات عاطف الأسعد. للنشر مع طوني خليفي، الاثنين بعد الأخبار على الجديد.